ركزوا معنا الاخوان في هذا الفيديو مزيان. الكريساج في المغرب الاخوان بطريقه تتبكي الاخوان، طريقه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كما غنلاحظوا في هذا الفيديو، السيده جايه في الطريق هنايا، جايه من الخدمه ديالها ولا غادي للخدمه ولا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا، واذا بجوج ديال الشباب رجال ذكور ماشي رجال الاخوان. هذا تصرف ليس بي يعني من شي هزل لا سلاح ابيض وبنت وجوج ديال الرجال وتصرف الاخوان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وغادي يقلعوا ليها الساك بطريقه مستفزه الاخوان. فيديو لا قالت له راه الساك تما فيه كلشي كذا كذا، مش اخذ داكشي مباشره الاخوان، ما عندوش مشكل. شخصيات خاويه الاخوان، خاويه، خذوا ليها الساك كامل حتى تما وقلبوا لها راحتهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا معنا الاخوان هذا الفيديو مزيان. سرقة في الجزائر العاصمه، سرقة من طرف هذا السيد اللي غينزل من السياره كما لاحظنا، يعني داروا له في فيديو ديال فيلم الاخوان، فيلم حصله 5-5 نصبقوا بها كاع سيد حصل. ندخل سيدي وشوفوا السيد الاناقه ونضاضر وروينا الكحله، واذا بي غادي يسرق شي حاجه اللي ما طيحش على البال الاخوان. شوف شوفوا الاخوان، انا بان لي هادشي بحال شي حاجه ديال المعلبات ديال البيمواز ولا شي حاجه من الحلويات ولا كذا، ماشي شي حاجه ثمينه زعما لدرجه انه يقدر يدوزها. شوفوا فين داير الاخوان هادشي هذا، و انا غايز البياسه الثالثه، هاد جوج بياسات كما لاحظنا. هنا السيد فقد التركيز على راسو على الردة، باش هنا كعرفنا الاخوان شي واحد تيكون تيدير شي حاجة ماشي هي هاديك متيبقاش مركز. هنا السيد شاد الكاميرا تيحول من هادي لهادي، هنا غيدوز من عند لاكيس بلا ما يخلص كما غنلاحظو، غيجيب شي بياسة بعدا غيدير تمويه تما باش ما يكونش محل ديال الشك. جزوا البياسة يقول له بشحال هادي، قضا وقضا، وايلي مال بزاف مال بزاف، طاطا طاطا طاطا، كون سحابة بحال هكا كاع ما نهزها، واش هاني نخليها هنا بلا ما ناخدها؟ لا هاني يا خويا لا مبغيتش تاخدها عادي دور بها غير الله يعاون. يلا الله يعاون، انا كنت نديها ب 16 ريال. دار غادي تما للسيارة، وهنا غتكون الطم. هاد السيد من الفوقية اللي تابعو لابس البيض هنا، اجي يا ولدي قال لي اجي 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 ونتناقش معاك واحد جوج كلمات. انا اللي شاد الكاميرا ديال هاد المحل هذا، وغادي نوريك لا فيديو الاخوان اش هزيتي اخي. شوف اشنو خديت من هنا، وراه لا فيديو ديال اللي سرق فيه، يعني قمة الاحراج الاخوان، قمة الاحراج، ولكن يستحق اكثر صراحة باش مبقاش يعاود على الافلات. هنا قالو شوف راه دعمي الفيديو ديالك بلا ما نهضرو بزاف مباشرة أمام الكاميرا. نسيت كيما لاحظت تيبان متقي الله، هداك اللي لابس فوقية اللي مقابل هاديك الكاميرات ما قدرش يتعامل مع شي معاملة غير عادية. قالو جبد لاخر البياسات حطهم كيما هواتف هادوك. لا المهم خويا الفيديو ما واضحش مزيان، اللي عرف اشنو هداك الشي اللي سارق هداك خونا يحطوا لينا في التعليقات بعدا، حطوا لنا تعليقات باش نعرفوا بعدا. ما فهمتش انا داك العولة تما تيبان بحال شي هواتف ما نعرف، غيبدا يبرر بديت ولكن ما عرفت انا ماشي من داك النوع. عارفين الاخوان هادوك المبررات الخاوية، وخرج باش يجيب البياسة الاخرى اللي انا قالو باغ خاصك شي حاجة، رجع باش يجيبها بالطوموبيل وركب في السيارة ديالو وسلا تهرب بهذا الاخوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك الله عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. ركزوا معنا الإخوان في هذا الفيديو مزيان، مشهد لا يصدق. كما غنلاحظوا السيد دايز بالدراجة النارية، وإذا به غيقيس المراية ديال السيارة. في الأول كيبان بأنه حادث، ولكن هو مقصود الإخوان. علاش داروا هذه القضية كاملة؟ باش غادي السيد يخرج أو يخرج اليد ديالو من النافذة باش يقاد المرايا، واحد اخر غادي يجي تما اللي هو السارق او الشفار كما تنقولوا، يخرج يدو غيشدو من يدو هما ضاربين على مكانة غالية الثمن، غادي يسرقوا ليه من اليد ديالو بزز، راه من الموتور جا دار من جهة اخرى وقف تما، غادي يمشي يركب معاه
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم اخوان، هاني المهنيين مع فيديو جديد ديال السرقه. الاخوان لاحظوا معنا، غريبه الطريقه الاخوان وعجيبه، يعني الناس كتطور من راسها، كل شيء خدام كيطور من راسه، حتى الحراميه والسارقين واللصوص كيجيبوا طرق جديده الاخوان باش يسرقوا. كما كنلاحظوا هنا في هذا المحل ديال الورود، تقريبا بيع الازهار. السيده كتحسب، خدات هاد الزبونه معها واحد شويه ديال الكاسكيط جالس على الجنب، حسبات ليهم شحال عندهم ديال الفلوس، غادي يجي يجبد الساك ديالو، بغى يخلص للزوجه ديالو ولا الصديقه ديالو البوكي دفلار. جبد ورقه نقديه من قيمه كبيره جدا، هاد الورقه النقديه اللي فيه من قيمه كبيره، توريها لصاحبة المحل بهذه الطريقه، وقال لها شوف لي عندك الصرف تمايا. قالت له غنشوف ربما يكون ما يكونش. فتحات لاكيس كاين عاد فيها، قلب تما، لا كان الصرف بلا ما نقلب انا على الصرف، كذا كذا، انا اصلا ديال الاشغال باغي نقضي بهاد الفلوس. الورقه النقديه دائما تكون كبيره جدا الاخوان. هنا كيوريها هو لاكيس شنو كاين، شوفي هنا، شوفي هنا، الى اخره. السيده وهي كتجبد ليه في الصرف ديالو، الصرف ما كيكونش قليل الاخوان، تيكون لان الورقه النقديه تكون قيمه كبيره جدا. صريف الرقيق ها هو عندي، حسبي منه، كيتلفها بالهضره. والصديقه ديالو مره مره هي كدير تدخل تما، كيحسب ليها السيد زعما راه مؤمن، استغفر الله العظيم. بدات كتحسب فالصرف اللي خاصو، كتكون مثلا مثلا تنقولو حنا مثلا 25 درهم، ديك الخمسة دراهم هزاتها من تما. حنا دائما كانوا بعض الاخوان في التعليقات تيقولوا لي راه هادوك راه اورو ولا دولار ولا كذا، حنا غير كتمثيل بالعملة ديالنا. السيد راه كيما لاحظنا الورقة اللي كان جبد في الاول ما بقاش عطاها ليها، راه دارها تحت الصاك. هي كتحسب ليه في الصرف ديالو وغيخوي ليها لاكيس كامله. هنا كاين بعض الورقات النقديه في الدولار وفي الاورو اللي قدرت على 5000 درهم ديالنا هنا، لربما هذه واحده من هاد الورقات. تياخذ واحد القطعه مثلا 5000 درهم، كياخذ منها شي حاجه اللي القيمه ديالها مثلا 100 درهم، وكترد للصرف ديال 5000 درهم، يعني لاكيس كامله هنا جمعتها حطتها لي تما. الصديقة ديالو بدات كتسول فيها، بغيت بحال هاد البوكي فلور شحال كذا كذا. السيد هنا هز الورقة، سداها مع الفلوس اللي حط تحت البزطام، وغادي يدير البزطام ديالو ويجمع الفلوس تما. والسيدة على أساس كيسحاب ليها بأن خدات الورقة النقدية لأن قلبوها بالهضرة، لقيت الورقة وبقى كيوريها شوف الصرف تما ياك، ما هادي لا زديتي هادي كذا كذا، تتلفها. هنا سالات الحكاية و لسوء حظ هاد السارق، ولكن لا ماشي سوء حظي، خاصو يوقع لي هاد الشيء اللي وقع لي في الاخير. هنا من بعد ما خرجوا هو الصديقه ديالو، خداو الورد وخداو الفلوس وخداو كلشي ومشاو، السيده حسبت شي حاجه ماشي نورمال تما، شافت الحساب ديالها تما اللي مقيده، حسات بشي حركه ما هياش. ركزوا الاخوان مزيان، بدات كتفكر واحد شويه، غتبدا لاكيس ديالها شنو فيها تما. كانوا عندها مثلا ثلاثه الورقات نقديات من هذيك القيمه اللي قلنا قيمه كبيره، قلبات صارت عندها غير ثلاثه الورقات فقط. هنا السيده عرفت بان، بدات كتقلب من الورقه طايحه تما كذا، عرفت بان القضيه فيها نصب واحتيال وسرقه. علاش؟ مزيان الكاميرات الاخوان، بدات كتحسب لاكيس كامله، خوالي لاكيس بمعنى الكلمه، حسبات لاكيس، عرفت راسها بان مشات ليها، مشى ليها مبلغ مادي ليس بصغير او ليس بقليل. هنا السيدة عرفت بانها تسرقات، واذا بها غترجع الكاميرا ديالها، ونشوفوا الفين في ديال لا فيديو بان السيدة ديكلارات بالسيد واستدعاه بما ان الوجه ديالو باين. وهنا في السرقة في الشرطة كي يتحاسبوا معاه، تم الاعتقال ديالو، وهنا غادي يجبد البسطام وغيجبد الورقة النقدية اللي خاصو يعطي السيدة. وربما تيجي بعض المبررات اللي
اللي تيقول فيهم بان راه نسحاب لي عطيتها كذا كذا الى اخره. شوفوا الاخوان الورقات النقديات اللي خدمنا عند السيده. بالمناسبه اللي عرف هاد العمله اشنو السميه ديالها يبارطاجيها معنا في التعليقات، وتبارك الله عليكم ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.